أهلا بكم في اختراعات أبي الطيب التي كان الأول فيها شعرا ولغة ومعنى. معكم علي بن تميم في بيت القصيدة. وشعر مدحت به الكركدن بين القريض وبين الرقى. قال أبو الطيب هذا البيت وهو خارج من مصر، ويقول فيه: رب شعر مدحت به كافور الذي يشبه الكركدن في عظم الجثة وقلة الخير، وبين الرقية والشعر أقوله لأجتلب ماله من وجه آخر. أو قد يقصد أن شعر الذي مدحت به كافور كان في ظاهره شعرا وفي باطنه رقية لأشفيه بها من جنونه. الكركدن كلمة تقال لكل قبيح، وقيل هو دابة بالهند، وقيل هو كائن أسطوري عاش في السهول الأشبية في الهند وبلاد فارس قديما، وقد عثر على رسوم له في الفن الهندي الشمالي. وأول وصف للكركدن في العربية جاء به البيروني الذي ولد بعد وفاة المتنبي، عندما قال إنه حيوان له بنية جاموس ذو جلد أسود متقشر، له ثلاثة حوافر صفراء على كل قدم، الذيل ليس طويلا، يوجد في الجزء العلوي من الأنف قرن واحد ينحني لأعلى، كما أسمى ابن بطوطة في رحلته وحيد القرن الذي رآه في الهند بالكركدن، وقال إنه وحش شرس. وأيضا جاء ذكره في ألف ليلة وليلة في رحلة السندباد البحري الثانية. ولعل بشاعة المنظر التي ذكرها البيروني وابن بطوطة توضح لنا الصورة التي أراد المتنبي أن يرسمها لكافور، كما تضيء للباحثين شيئا فريدا لدى المتنبي، وهو أنه أول من يذكر الكركدن في الشعر العربي. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى اطلاعه على ثقافات الحضارات الأخرى، ولعل هذا يكشف لنا سبب وجود عدد كبير من الكلمات الأعجمية في شعره، وإشاراته المتعددة إلى الفلاسفة والأطباء مثل أرسطو وجالينوس وأبقراط وغيرهم. وهذا أيضا يكشف سبقا آخر للمتنبي، أنه حول الشعر إلى ديوان حقيقي للعرب، يتجاوز كونه نظما شعريا إلى أن يصبح كتابا جامعا فيه الفلسفة والطب وعلم الحيوان والفلك والحكمة. هذا إذن هو سبق أبي الطيب، وهذا هو بيت القصيد.